والله يعني انا كنت فرحان جدا ان انا اكون سجلت اخر جون، وده الجون المكسب. انا الحمد لله كنا رجال النادي الاهلي على طول بيكون راجل لاخر دقيقه، الحمد لله ان انا ايه كسبت فرقتي. قبل المباراه يعني كابتن سيد كان كل شويه يقول لي انت هتجيب جون وانت اللي هتكسبنا ان شاء الله، وادانا روح يعني قبل الماتش وفي وسط الماتش وفي اخر دقيقه كل يدينا تعليمات ازاي نجيب الجون وازاي نقف على رجلنا كرجاله. هو طبعا كل الاهداف مهمه طبعا لينا، احنا طبعا كابتن سيد مدينا ثقه زياده ان احنا لازم نكسب، رغم ان احنا فينا جون اولاني، بس احنا برضو الاهلي لازم يمشي في نفس المبدا ولازم على طول نفضل رجاله في الماتش ونلعب لحد اخر دقيقه. كابتن سيد كان قايل لنا ان هو عنده ثقه كبيره فينا، وان هو ان احنا ننزل نلعب لعبنا، وكل اللي فات دوت حاجه والماتش دوت حاجه تانية، لازم نكسب. وكل اللي كابتن سعد علمه لنا الحمد لله نفذناه. يعني احنا لعبنا من اول دقيقه رجاله، عامه دخل فينا جون بس لعبنا وجبنا جون وكسبنا والحمد لله. يعني كابتن سيد كان قال لنا ان شاء الله احنا هنكسب وكسبنا. كابتن سيد قال لنا ان شاء الله احنا هنكسب، الماتش ده صعب بس احنا هنكسب ان شاء الله والحمد لله كسبنا، وكابتن سيد شغال معانا كويس.